الو الو، شي معقول ولا والو؟ عيتيني غيب الو، ما شفنا منك والو. عينا بالكلام المعسول، شحال سمعتو من مرة، سهل عليك بالفم تقول نحبك انا. هذه أغنيتي الأولى، هي من كلماتي مع المساعدة الوالدة ديالي، من ألحان الأستاذ رضوان ديري ومن توزيع المبدع رشيد محمد علي. و فوالا، جيسبيغ أنها تنال إعجاب الجميع. أنا اخترت الموضوع لأنه موضوع واقعي ديال الوقت، فكما كنلاحظوا أن المعقول قلال، ما بقاش بزاف. و جو مو سوي انسبيري من القصص اللي كيتعاودوا لي من طرف صحباتي لا فامي، واختارين هذا الموضوع انا والام ديالي، وكتبت عليه الموضوع اللي ديال الساعه. مغامره، ولكن كانت الام ديالي كتساعدني، وانا عندي ثقه في اختياراتها، لان هي من ديما وهي كتغني على المواضيع الاجتماعيه ديال اللي كاع الاسر كيلقاو راسهم فيهم. دونك ما كانش تخوف، وقلنا بسم الله، والحمد لله الكلمات نالوا اعجاب الجمهور بزاف. بدلت الاسم لان كيف ما كيعرفوا الناس، الام ديالي فنانه غنيه على التعريف، وبابا كذلك معروف. دونك كنت باغا ندير حتى انا سميتي الخاصه بيا، باش حتى انا يكون عندي اسم ديالي الخاص، ما نعولش على والديا 100%. دونك سي بور سا اختاريت كاسم فني دلال. لا ما تقلقش، لانه حتى هو فاش قلت لي على ساميه دلال عجباتو دلال، بالعكس، وهذا كيبقى الفن. يعني راه لا الا بدلت سميتي في الميدان، راه ماشي يعني بدلت سميتي في الحاله المدنيه. فهمتي؟ نو، اسم فني واحترمه وعجبو فقط. نو نو، كنت مقتنعه 100%، لان عندها الحق، عندها الحق. الدراسة شي حاجة مهمة جدا، وهي كانت ديما حارصة على أننا ننجحو في قرايتنا، وأننا نشدو البكالوريا بلوس بوي ناخدو نو ديبلوم. فكان عندها الحق، لأن ما تقدريش تعرفي واش غتضمني النجاح ديالك في الميدان الفني ولا لا. دونك ضروري كتبقى الدراسة في المرتبة الأولى، وفوالا هي كان عندها الشرط الوحيد ديالها باش تخليني ندخل الفن، باش انني نصدر اول اغنيه، هو انني ننجح في قرايتي ونعطيها ديبلوم الاول. والحمد لله انا مازال مكمله في قرايتي، اي تو سباس تري تري بيان. بصح، ووصلوني بزاف ديال لي كومونتير ديال انتقادات اللي انا كنعتبرهم انتقادات بناءه، ما ينصحك غير اللي كيبغيك، وكنشكرهم دايوغ على لوغ كومونتير. يمكن يكون عندهم الحق، ما نقدرش نقول لك، الناس اللي كيشوفوه هما اللي كيحكموا. دونك فوالا، وانا كنقول لهم ان شاء الله غادي نحاول نرضي الجميع. شوفي، انا دابا المشكل هو ان لبسي ديما كيكون على حساب المود، فهمتي؟ ما كنهتمش بزاف، ولكن دابا مع دخلت الميدان الفني جو سي سي تري امبورطون، غادي نحاول نلبس بالستيل اللي الناس كيبغيوهم. ما غاديش نقول لك غادي نتبع موضه معينه، لان من داكشي ما كنتبعوش صراحه. بزاف ديال التعاليق، كاين اللي كيقول لك عندها مشكل في وجهها، كاين اللي كيقول لك راه ما عندهاش واحد العين، الناس مشاو بعيد بزاف فريمون. و نو، انا بالعكس، انا اصلا انستغرام في الاول ما كنت دايراه غير فهمتي، غير كان عاجبني، كيعجبني نحط الفيديو ديالي. ما كنتش كنظن انني غادي نوصل داك لو نومبر دو فولوور في مده قصيره، مي قلت لك هذه كانت طريقتي، كانت غير كنت غير مولفه كنتصور بهذيك الطريقه ديال نص وجه وكذا فقط. يعني ما كاينش شي سبب معين، بالعكس عادي. وكنت قلت لهم في لي لايف ديالي، انا نهار غندخل الفن راه غادي ما غاديش نغني وانا بنص وجهي. لان انا طفولتي كتعجبني، وكيعجبوني تصاوري القدام فاش كنت باقا صغيره، فاش كنت باقا بيبي. كيعجبني نوري للناس، ان كان يعجبني نوري للناس علاقتي بالام ديالي كيفاش دايره. دونك داكشي علاش كنبوستي مي فوتو القدام وجداد، ما عنديش مشكل في هادشي.
علاقتي معاه جد جد جيدة، هو إنسان طيب وعزيز عليا بزاف، وراه راه كبرت معاه، فهو الأب ديالي اللي كنعتز به وكنفتخر به وكنشكره من هذا المنبر على كاع المجهودات اللي كيدير معايا، لأنه فريمون واقف معنا بزاف، لأن أنا لخويا وديع و فوالا جو لام بوكو، علاقتنا جيدة جدا جدا. كيعجبني الفنان سعد المجرد، كتعجبني الفنانة هدى سعد، لمياء الزايدي، بزاف ديال الفنانة كيعجبوني. كنت باغا نشارك في برامج كثيرة في المواهب، ولكن الوقت ما كانش عندي لأنني كنت مركزة بزاف على الدراسة ديالي، وهذا كان شرط ماما، فريمون كان شرط، قالت لي لما جبتيش لي الدبلوم ما تقوليش لي الغنى. كان فريمون شرط فوالا، دونك داكشي علاش ما شاركتش، ما كانش عندي الوقت، بلوس جافي ما زيتود اللي فريمون كنت عطيهم وقتي كامل، ما كتبش.